أكد الفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني حرص مصر الدائم على مد جسور التواصل مع الأشقاء في القارة الإفريقية وجميع دول العالم لتحقيق نمو وتطوير سوق النقل الجوي بالقارة. جاء ذلك خلال فعالية دور 31 مؤتمر صيانة وعمرة الطائرات الإفريقية 2023. استعراض آخر مستجدات صيانة وعمرة الطائرات وكيفية تذليل المعوقات التي تواجه صناعة الطيران المدني بإفريقيا في ظل ما تشهد التكنولوجيا الحديثة من تطور مذهل وسريع كان محور مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا بحضور 600 مشارك بمختلف شركات الطيران المدني بالقارة السمراء. نسقنا مع زملاء في المؤتمر علشان نعمل لقاء مع شركات الطيران ان شاء الله هيكون خلال الاسبوع الاخير من فبراير او الاسبوع الاول من مارس عشان نرتب ازاي نعرف نتعاون وننمي قدراتنا في افريقيا وهم ونساعدهم ونساعد بعض ونكتسب خبراتهم ونكتسب خبرات مننا في تنميه العلاقات للنقل الجوي. حركه النقل الجوي بتنمو يوم بعد يوم، المنتظر ان شاء الله حركه النقل الجوي العالميه تزيد في حدود 4 إلى 5% خلال الفترة القادمة. الفترة القصيرة طبعا لازم أفريقيا والشركات الأفريقية ومصر والطيران والشركات المصرية كلها يكون لها نصيب كبير في هذه الزيادة المضطرة في حركة الطيران. في عندنا شركة مصر والطيران للصيانة، في عندها كثير من الإمكانيات بتشتغل في جميع الطرازات العالمية وبتصريحات من الشركات المنتجة لها. عندنا الأكاديمية المصرية للطيران وفيها أقسام طيران لتعليم الطيران للطيارين المبتدئين. كما تم خلال فعاليات مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لشركات الطيران الإفريقية التي تعمل على مأمونية وفعالية حركة الطيران التي تصل إلى ما يقرب من 37% من حركة الطيران العالمية. مصر هي دولة مهمة وداعمة للطيران الأفريقي في التدريب والاستدامة والعمليات. هذا المؤتمر بدأ في مصر منذ 30 عاما والهدف هو تطوير التعاون في أفريقيا خاصة بين شركات الطيران الأفريقية في مجالات التدريب وفي العمليات. كلنا ثقة أنه بدعم من وزير الطيران المدني المصري سنجد المزيد من التعاون عبر القارة الأفريقية، فقد حققت شركات الطيران الأفريقية تقدم وتطور هائل ولديهم أسطول طيران متطور على أعلى مستوى من بوينغ وإيرباص وغيرهما. هي تواجدنا في أفريقيا وتواجدنا في أوروبا وتواجدنا في أكثر من مكان بنقدر نقدم خدمات الصيانة لشركات كبرى، وده معناه أن الشركات كبرى زي شركات سعودية، شركات أردنية، شركات تركية حتى كمان بتيجي تعمل أعمال الصيانة، بعض الشركات منهم شركات أوروبية بتيجي تعمل أعمال الصيانة، معناها أن في ثقة كبيرة في إمكانيات ومهندسين شركة مصر للطيران للصيانة. احنا على اتصال دائم مع شركات الطيران وسلطات الطيران الأفريقية عشان نعيد تواجد شركة مصر للطيران داخل القارة الأفريقية. أفكار وتقنيات مستحدثة طرحها الخبراء المختصون خلال المؤتمر والتي ستحدث صفرة نوعية في مأمونية وفعاليات حركة الطيران المدني بالقارة السمراء. محمد حلمي، التلفزيون المصري.